على ملاعب خلف الحبطور بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تنافست فرق 18 دولة عربية على الفوز بميداليات ألعاب القوى في النسخة 21 للبطولة العربية لألعاب القوى. البطولة تشمل 44 منافسة للرجال والسيدات. احنا ثاني بعثة بعد مصر العربية، وتحضيراتنا لهذه البطولة كانت جيدة جدا وممتازة، وتقريبا حققنا أكثر من 4 إلى 5 أرقام عراقية يعني على مستوى الوطن. البطولة كانت قوية، فيها مسابقات، فيها أبطال على مستوى كبير، فيه أكثر من عداء متأهل لبطولة العالم التي ستقام في الصيف المقبل. البطولات المحلية قوية داخليا في بعض الدول، ولكن ما هي معيار، فالدول تقيس مستوى لاعبيها ولاعباتها من خلال البطولات العربية أو البطولات الإقليمية. السباقات تتضمن الجري لمسافات تتراوح ما بين 400 متر إلى 1500 متر، هذا بالإضافة إلى الجري وقفز الحواجز. على جانب آخر تقام منافسات الوثب للرجال والسيدات، فيما تشهد ملاعب أخرى رمي القرص والرماية بالرمح والمطرقة. العداء اللي شاركوا معي من الدول العربية كلهم من نفس المستوى، والحمد لله حصلت الرتبة الثالثة معهم، وهذا شرف لي وشرف المغرب. أول مرة أشارك خارج المغرب بطولة عربية، في الحمد لله منافسة، لأن مسافة الوثب ولا القفز الطولي في منافسة قوية. حكوا سلمصة تضيف بطولة زي دي هنا كتجربة لنا إحنا كلعيبة، يعني الحمد لله قدرنا نشوف الدول التانية نحتك بيهم، نعرف أرقامنا عاملة إزاي، إحنا بينهم وسطيهم مستوانا عامل إزاي. تربعت البحرين على عرش هذه البطولة بحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية، وجاءت المغرب في المركز الثاني ثم مصر في المركز الثالث. حصد الأبطال العرب من الرجال والسيدات ميداليات البطولة العربية 21 التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتنافس في هذه البطولة 18 دولة، وتعد البطولة ترمومترا لقياس مستوى اللاعبين الذين سيشاركوا في بطولة آسيا في 21 من الشهر الجاري. محمد عاطف، الغد، القاهرة.